السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا دلوقتي مع بعض نشوف ازاي نعمل الفوتنج او نعمل الاساسيات او الفونديشن. هقول له انا عايز ملف جديد واختار الاستراكشر تمبليت واختار كرييت نيو بروجكت واقول له اوكي. طيب اول حاجة بحب اعملها ان انا اشوف الجريد. ممكن نقول له كوبي نسترين نوت ايفل طيب واقول له ظبط لي اليونت مليمتر. وبعد كده ممكن اقول له ان انا عايز احط كولوم وممكن اقول له خليها هنا خلينا نرسم في ليفل 1 واقول له انا عايز كولوم الهاي لحد ليفل 2 واقول له اد جريد. فهو كل ما يلاقي جريد يبدا يبدا يحط فيها الاعمده. بس هنا ده نوع العمود اللي موجود، لا فيه كونكريت اهوت، فممكن نختار مثلا الكونكريت دوت واقول له اد جريد واعمل سيلكت عليهم واقول له فينش يبدا يحطهم بالشكل دوت. طيب خلينا نبص كده على الالفيشن. عندي هنا ليفل 1 وليفل 2، ممكن اقول له احنا عندنا برضو فاونديشن. خلينا نسميها فاونديشن. طيب تعالى بقى نخش بقى على ليفل 1. ممكن اقول له خلي لي الاعمده ديت، انا عايز الاعمده دي تبقى من اول الفاونديشن. تمام. طيب نشوف 3 دي. طيب وخلينا مثلا نيجي في الحته ديت ونرسم وول واقول له دي من الفاونديشن لحد ليفل 1 لحد ليفل 2. طيب عايز احط بقى الفاونديشن، فممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز احط دي الاعمده واقول له الفاونديشن. وهنا بقى ابدا اختار المقاس، ممكن اقول له اديت واعمل دوبليكيت واغير المقاس اللي انا عايزه. وبعد كده هقول له اد كولوم وابدا اعمل سيلكت على كل الاعمده بالشكل دوت واقول له فينش، فهو يحط لي الفاونديشن. طيب اربع حوايط لحد ليفل 2. وبعد كده اقول له ان انا عايز الفاونديشن دي الوول. بالشكل دوت. ممكن اقول له من فيو انا عايز اعمل ستراكشر بلان الفاونديشن، يبدا يدفلي الفاونديشن بالشكل ده. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز اعمل بيم، ونشوف بقى البيم اللي هنا فيه كونكريت. الراجل مش حارمنا الحمد لله من حاجه. تمام. ممكن نقول له اد جريد. طيب الجريد مش ظاهر عندي هنا، طب اظهره منين؟ اظهره اجي هنا واقول له خلي الجريد ينزل لحد ما قابل الفاونديشن. ده الايست، فاروح للنورث عشان انا باخد الجريد اللي فوق راسي، اروح الفاونديشن اليوم ظهر معايا بالشكل دوت. اقول له انا عايز بيم اللي في الفاونديشن، البيم اللي انا عايزه اون جريد، واعمل سيلكت عليهم كلهم واقول له فينش. فنيجي نشوفهم بقى في 3 دي فيظهروا معايا بالشكل دوت. طيب نرجع للفاونديشن اهوت. طيب هخش بقى في الفي في،
واقول له دخلني بقى في الاستراكشر فاونديشن اهوت. هقول له بقى ان انا عندي الخطوط اللي انا عايزها، عايز تبقى دوت مثلا بالشكل دوت. طيب والفريمينج برضو دوت. فدلوقتي بقى عايزين نعمل تسليح للقعدة ديت، فأقول له أنا عايز آخد سيكشن الجزء ده مثلا. عشان أعمل التسليح أروح هنا للستراكشر وأقول له ريبار، وأبدأ أختار الشكل اللي أنا عايزه. وهنا بقى بيقول لي البليسمنت بلان، فممكن تختار بقى الكرنت ورك بلان او النير كفر او فار كفر، تمام. طيب دلوقتي مثلا هقول له البارل تو ورك بلان، دي كده بارل، لا انا بارل تو كفر بالشكل دوت، او بيرپنديكولار تو كفر. طيب خلينا نعملها في السكشن هتكون اوضح بالشكل دوت. هقول له البارل للورك بلان بالشكل دوت اهوت. طبعا دي سنجل ممكن نكررها مفيش اي مشكلة خالص. تعالى نشوفها في ال 3D اهوت. فده ممكن نعمل سيلكت عليه، وبعد كده هتقول له بدل ما هو سنجل هتقول له مثلا فيكسد نمبر عددهم، فتقدر تحط الرقم اللي انت عايزه او تقول له ماكسيمم سبيس قد ايه، تمام، او تقول له مثلا النمبر والسبيسنج، تمام. فممكن تقول له مثلا انا عايز ماكسيمم سبيس اهوت. الفيو فيزيبيليتي تقول له انا عايزه في 3D. يظهر معاك بالشكل ده. طيب خلينا نرجع بقى للسكشن، اقول له انا عايز اعمل الريبار اهوت. اهو بالشكل دوت. تعالى نشوف في 3D اهوت. نفس الفكرة برضو لو في الفيزيبيليتي تقدر تقول له بقى أنا عايز فيكس النمبر قد إيه، وعندك هنا الدايمنشن تقدر تعدل فيها زي ما أنت عايز. وهنا الهوك تستارت، الستارت ممكن تخليها 180، وهنا برضو ممكن تغيرها زي ما انت عايز بالشكل دوت. بيطلع معاك التسليح بالشكل دوت.